العراق بعد لنا زر طائرات في حرب اكتوبر قبل الحرب، حارب معانا 10 ايام. وعمل حاجة يوم أن فرض الاتحاد السوفيتي علينا حظر كامل للسلاح، وتضمن هذا الحظر سلاح من أقوى الأسلحة اللي احنا بنعتمد عليها، وهو صاروخ الأرض أرض لونة اللي اسمه لونة، لقيته في العراق أرسلته لي العراق بلا تمني.